اهلا بيكي. و يعني دي اول مره تحضري مهرجان الجونه، خليني اعرف رايك وانطباعك عن اللي شفتي، حضرتي الاوبننج ودلوقتي الختام. بصي، اتبسطت قوي بصراحه. الموضوع منظم جدا جدا، وفي برنامج معمول صح كل يوم، في ندوات، في افلام قصيره، في افلام طويله، في حاجات كتير جدا. فبسطت قوي، وبصراحه حاسه ان احنا يمكن بنرتقي بمستوى المهرجانات في مصر، ان احنا هنوصل خلاص يبقى زي المهرجانات العالميه very soon ان شاء الله. شايفه ايه ناقصنا دلوقتي عشان نبقى زي المهرجانات العالميه؟ ناقصنا حاجه بصراحه. حتى انترناشونال ستارز، النجوم عالميين موجودين بالظبط. فاعتقد ان يعني المهرجان حقق نجاح جامد السنه دي. خلينا نعرف الجديد يا مي، بتشتغلي على ايه دلوقتي؟ بصي، انا دلوقتي بحضر فيلم هو بطولة ظافر العابدين، اخراج استاذ رؤوف عبد العزيز. ده احنا بنحضره بقالنا فترة وهنصور خلاص الاسبوع الجاي. ده الاسبوع الجاي مفترض يخلص امتى او يبقى اون سكرين ده امتى؟ المفروض يفترض يخلص معرفش مثلا شهرين مثلا، معرفش يبقى امتى، بقى يتذاع امتى معرفش. الافلام اللي بتتذاع في المهرجان او اللي بتتعرض في المهرجان من كل حته في الدنيا، شايفه انه يعني دي تنويعة كويسه، ولا يعني يمكن يكون في شيء تاني نضيفه او يعني يزيد على المهرجان؟ بمعنى احنا في افلام قصيره، افلام طويله، افلام وثائقيه، في كمان جائزه الجمهور للفيلم الانساني. شايفه الافلام اللي شاركت ونوعيتها كافية، أعمال جيدة، كواليتي بتاعتها كويس؟ شايفة لا، في أفلام كتير جدا مشاركة حلوة جدا، وأعتقد إن حتى نوعية الأفلام اللي هم مختارينها أفلام بتقدم رسالة، عندها هدف، مش أفلامنا المصرية. أفلامنا المصرية بالظبط. فأم براود يعني، حتى الفيلم المصري اللي مشارك لا حلو جدا يعني. أنا بشكرك شكرا جزيلا وإنجوي الختام. ميرسي يا معي. باي باي.